السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نيمو الرفاعي. النهاردة إن شاء الله هنعمل سحور أول يوم، سحور العادي جدا البسيط. هنعمل إن شاء الله بطاطس محمرة، قشرتها وقطعتها وخليت الزيت يغلي جامد ورحت حاطة فيها البطاطس زي ما انتوا شايفين. بس هسيبها بقى مع نفسها واشوف هعمل ايه تاني. هعمل بقى جهز الطعمية، معايا طعمية نية هفضيها وهحط عليها بيضاية. بعد كده هقلبها كويس، بعد كده هجيب طبق تاني زيه كده واحط فيه شوية مية بعد كده هحط بتنجان على النار يتشوي او زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هشوف البطاطس وهقلبها. بعد كده بقى هجهز الفول، هفضي الفول. الفول طبعا كان في التلاجة، هفضيه واحط عليه شوية زيت. والفول ده انا عاملاه بالطحينة، والطحينة عاملاه انا في البيت وعملت قبل كده برضو في القناة، وهسيب لكم اللينك بتاع الوصفة في صندوق الوصف. عملت الطحينة خام وجميلة جدا بصراحة. احط الفول كده على النار، بعد كده هحط عليه شوية الملح وهحط عليه معلقة طحينة. بس كده الفول جهز معايا، هغرفه بقى في الطبق وخلاص. بعد كده انا طلعت البطاطس وهعمل بقى الطعمية. هجيب دلوقتي وانا بشكل الطعمية اهو، اهو زي ما انتو شايفين اهو. ولو حسيتي ان الطعمية بتلزق في ايدك، بلي ايدك في الطبق اللي فيه المية اللي انا حطيته ده. لو حسيتي يعني ان انت مش عارفة تشكليها وعمالة تمسك في ايدك وكده، بلي ايدك مية. بعد كده هجهز البتنجان، هقشره
والبتنجان يعني في السحور ما تخافوش، مش اللي هو مثلا يعني هيعطشك ولا اي حاجه، لان انا مش عاملاه بتوم، هو بتنجان وشوياه يعني كمان مش محمراه، بتنجان مشوي وهرسته كويس، وحطيت عليه معلقه طحينه وسنه ملح بس، يعني متخافوش مش هيحموا على قلبك ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. لو هو معمول بتوم اقولك ماشي معلش ممكن فعلا يتعبكوا والصيام بقى وكده، لكن هو مفيهوش اي حاجه وهو صحي يعني هو مشوي. بعد كده هعصر عليها نص ليمونة ، بعد كده هحط عليها معلقة طحينة ، الطحينة بصراحة حاجة بجد وهم بصراحة، او زي ما انتو شايفين. بعد كده بقى هبتدي اغرف واظبط الاطباق وكده. بعد كده هحط جبنة وخلاص على كده، والزبادي وشكرا على كده. الجبنة دي بصراحة طعمها بصراحة جميل جدا، دومتي جميلة بصراحة. بعد كده بقى زي ما انتم ما شايفين احط يعني هرص الحاجة في الأطباق وكده، والبطاطس احط عليها الملح اللي هي الحاجات الأخيرة دي بس، اهو زي ما انتم شايفين كده. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.